الهيئة تغيرت لرابع مرة في هذا الملف، 66 جلسة، أكثر من 3 سنوات ونصف من الاعتقال، وهو أمر لا يقبله المنطق إطلاقا. وكما قلت سابقا أن السبب في هذا الملف اللي خلى مساره متعطر هو الاعتقال الذي لم يكن في محله من طرف السيد قاضي التحقيق إطلاقا، وسنوضح ذلك في قرار الإحالة ما ضمنه من تناقضات وخروقات وغيرها من الأمور التقنية سوف نقدمها للمحكمة. الآن كعادتهم ورغبة في التأخير، ربما هذا الملف فيه مصالح أخرى لا يفصحون عنها، تقدموا بطلب جديد، هو طلب قديم يتجدد في كل مرة. الغرض من ذلك هو التأخير، في كل مرة يتقدمون بطلب واحد الملف، واحد المحضر تاع 2007 تاع المحمدية راه ما كاينش، اللي هي السابقة بتت وقالت له راه موجود، والطلب سيرو كيتبدو تصوره. حنا اليوم قلنا للمحكمة عاود تخدموا الطلب، قلنا هذا الملف ها هو، هذا المحضر تاع 2007 ها هو، هالصور ها هي، راه حنا خدينا من الملف وقربنا ليها، قلنا لها هاك الصور وهاك المحضر. السيد الرئيس طالع تبين له باللي الصور والمحضر تاع 2007 موجودين. دونك علاش هذه الرغبة في التأخير؟ وأن هذه الصور كانت موجودة قبل 2016، 2015 لأن نهار تحل الملف على قضية التحقيق تحل فيه غير المحضر تاع الشرطة تاع المحمدية، شنو اللي فيه؟ عاد بعد التحقيقات وإلا كيفاش نقولوا؟ زعما هذا الملف مشى خاوي، فيه غير مطالبة، راه فيه المحضر الأصلي. دونك موجود منطقيا، موجود قانونيا، موجود واقعيا، موجود، ولكن هذا الطلب كيتكرر مرارا. الغرض من هذا لما كتبين ان هناك نوع من التقاضي بسوء نيه، يقولون شيء ويخرجون للصحافه ويروجون اشياء كاذبه، ماشي انتوما، انتوما تبلغوا خبر، هما كيعطوا اشياء كاذبه، وحنا وعلاش المحضر ما كاينش؟ اسيد الله، واش هذا المحضر 3 سنين ونص عاد اليوم بان لكم المحضر كاين ما كاينش؟ فين كنتوا؟ عاد مؤخر تجهز الملف وكتاخروا، علما ان هذا الملف راه كان جاهز، تقدمنا بدفوع شكليه والمحكمه بدت فيها وسمعت الاطراف وحكمت حكم تمهيدي، قالت ليس هناك ما يفيد الوفاه، ودارت الحكم القاضي بمعاينه الجثه المدفونه 440. استمرينا والمحكمه قالت انا ما عنديش الجثه، انا ما عنديش الحكم. اكثر من هذا الشيء صرحت المحكمه في الحكم ديالها، كان يعني كان حاسم. اش كتقول فيه المحكمه؟ ها حكم المحكمه اش كتقول فيه؟ هذه نقطة مهمة، واش كاين شي ملف في العالم فيه القتل بدون جثة؟ فيه القتل والمين تقول ما ماتش؟ وحنا متابعينهم بالقتل، واش هذا يقبلوا المنطق؟ أنت إنسان باك مهندوز ماشي اللي قاري، اللي ما قاريش، اش كتقول المحكمة؟ هاي كتقول هذا حكم المحكمة، حيث أن المحكمة من خلال مناقشتها بجلسة 6/2021 تبين المطالب بحق المدني وهذا المسمى التامي بناني تشكك في كون الصور المتعلقة بالجثة لا تميزها برقم 44 تعود لابنها، ثم انا ما حاسمش، وانها لحد الساعه لا زالت لم تحسن في حياه ابنها من عدمه. كتقول انا ما عارفاش ولدي واش مات لما ماتش، هي كتقول من مات عطوني ما يفيد الوفاه. كتزيد المحكمه كما ان التبان الذي كان ترتديه الجثه كبير جدا على مقاس ابنها، قالت لهم هذا الشرط كبير على ولدي، وان ابنها لا يتوفر على هذا المقياس. تزيد المحكمه ثم أضافت أن أحد رجال الوقاية المدنية سبق لها أن استفسرته عن ابنها بعدما أمدته بصورته، أجابها بأنها كان يتوجد صبيحة اليوم بالمصلحة، وبعد عرضي ما ورد بمحضر المعينة وراها التصويرة قالت له ها ولدي، قال رجع ومشى، كان في حال تخدير ومشى. المحكمة شافت ذاك الحذاء الجديد قالت له ماشي ديالو، وكذا الصور المطروس بخيوط بير مختلفة والمحيط بمعصم يد لا تستطيع الجزم في هوية الجثة كونها تعود لابنها المختفي، مضيفة أنه كان يحمل صور بمعصم يد لكنها لم تحسن في نسبة الصور، فضلا عن أن كل المتهم دورنا صرح أمام المحكمة لا يستطيع أن يتعرف على الصورة. هذا الحكم هذا تعليل المحكمة، هذا الأمر الحكم اللي جرى بخبرة الجثة، والمحكمة كتقول أنا ما عنديش، كتقول بما أن كتقول المحكمة بما الطب الشرعي وكذا، والمحكمة كتعلل القرارات والكودي ما عنديش ما يفيد الوفاة، عندي متابعة بالقتل، ولكن هذا الشيء كيرجع للمحكمة.
المحكمة هي اللي عندها يعني السلطة الأخيرة أنها تثبت بحال هاد عينا ما قدموا طلبة الصراح. كنقول لهم غير عطونا الجثة، نقول لنا مات نشوفوا شكون اللي قتلو. قلنا حيل أنا البارح موت عليه اللي كتعطي ها هو المحكمة. لا عرف طلب الصراح. أنا البارح كنشوف التلفزيون، البارح كان داز برنامج مختفون 38 سنة هو مختفي. البارح شفته عائلته اللي كانت في الدوزم، برنامج مختفي نتاع البارحة 38 سنة. وكنا نقبطوا شي واحد نقولوا قتلته ونحكموا عليه. حنا ماشي زعما مع الإجرام ولا مع كذا، مع الحقيقة. واش أنا ما عنديش الجثة، ما عنديش الميت وغادي نقول لكم مات؟ الحالة النفسية ديال العائلات ديال حالة نفسية متدمرة، يشعرون باللاعم القضائي. فكيفاش يمشي عند يقول لك والأستاذ أنا نلقى الحراج والمحامي والجثة ما كايناش وانتو السيد باقي في الحبس كديروا نتوما؟ حنا مرضنا كيوجهونا اللوم، اش درتوا نتوما اللي الجثة ما كانش؟ أمه تقول لك ما ماتش هو في الحبس، والنبي محمد تبعته بالموت، اش كديروا نتوما كمحامون؟ اش غنقولوا حنايا؟ علاش 3 سنين ونص هو هاد الملف هكا؟ اش غنقول لهم؟ وبالنسبة لتغيير الهيئة أشك تغيير الآه دي أمور إدارية وتنظيمية زعما ما نحملوهمش المسؤولية فيها. هذه ما نقدوش نحملوا المسؤولية. لا ضد القضية. لأن حنا خصنا كنستمروا كنناقشوا كتكون محكمة قناعة كتبدل. كتجي محكمة أخرى خصها عاوتاني تكون قناعة كتبدل. كتجي محكمة كتبدا كتبدل. كان يعني تخاد بعين الاعتبار. حنا راه طريقنا دابا هذه أمور خارجة على إرادتنا وخارجة على إرادة المحكمة، ما نحاسبوهاش. نحاسبوهم في الأمور اللي هما مسؤولين عليها. حاسبوهم في الاعتقال. الملف في التحقيق عندك وما حققش وحلتهم. درت انتداب قضائي فوت كلشي الشرطه وتعتقل منا. كذبوا قالوا حطيناه وما بعد قالوا حطيناه. كاين الكذوب ولكن يقول عدم تقديم مساعده يقول شي جريمه. لا هو عاد في قرار يقول احتمال غط احتمال العرض احتمال سروالو احتمال كذا عدبوه احتمال كذا ما عرفش الصوره في الخط. يعني كان تسرع في الاعتقال. دوك خلوه ملفات في الدول المتقدمه كيكس 15 عام في البحث. المهم شنو هو؟ هو النتيجه مادام كلشي بحال الصراحه وصل للحقيقه. الغرض هو الحقيقه ماشي هو الاعتقال. الاعتقال ما عمره ما كان رمز للنجاح ولا زعما الصدق ولا النزاهه ولا الجديه ولا زعما اي شيء من هذا القبيل ابدا. الاعتقال قرار احيانا كان خاطئ مدمر للدوله من حيث المصارف مدور عدو. دابا هادو صحابهم اللي كملوا راه ولاو ديزاجينيور هما راهم في الحبس. ملي غيخرجوا شنو يقول لهم؟ هادو كان كنهيئهم باش يكونوا حماق او دمرناهم نفسيين تحت غطاء العدالة تحت غطاء حماية الضحايا. فين هو الضحية؟ تأكد لي من الموت وتابعني ودينوه إلا ثبتوا. شحال نقول لكم ما تدينوش؟ هذا راه القتل كتقولوا. أعطيونا حجة. هذا راه جناية خطيرة ولكن بدون حجة وتعتقل الناس والصراحة الرفض وليات كتغير ويبقاو 3 سنين ونص في الحبس. هاد العلاقة دابا شنو دار؟ اللي هي بدات قالت لهم أوديها الطلاب قال لهم حقا واحد المحضر نتاع بداية الميف. قلنا وذاك المحضر سيد الرئيس راه هو المحضر الاول تاع المحمدية راه تحفظ وعاود خرجوا من الحفظ وتحفظ وعاود خرجوا من الحفظ وتحفظ. هنا ذاك التردد والطلبات حالوا على قضية التحقيق متابعة الدمجول مزيان. قضية التحقيق عوض حقق درعينا بالملف كامل صيفطوا للشرطة. وراكم سمعتوا وحضرتوا عندنا مذكرة في هذا المجال. هو شيء مخالف للقانون. ثم بعد ذلك بادر الاعتقال. والصورة غير واضحة. المحكمة لقات نفسها عندها معتقل غادير معاه. طلقوا كان ضغط على الرأي العام كيفاش كذا من هذه الرأي العام من القاسم شي يقول لك والمنكر والناس الجثة ما كايناش وما تقول لك حيومه في الحبس. شي يقول لك ما فهمناش هذا السيد فين مشى ولا فين مشى هو هذو المسؤولين. راه 38 عام البارح عاد اكتشفوه في برنامج مختفو. دابا تأجلت الجلسة. قدموا الطلب قلنا لهم الطلب قديم. ثاني هذا المحضر وهذه الصور هما اللي كانوا في الملف الأصلي. المطالب بوزارة التحقيق اللي كانت في 2015 شنو كان فيها؟ كان في هذا الملف هذا المحضر. ما يمكنش يحلوا بلا محضر. المحكمة تبين قلنا لها هاوك تبين لها الملف موجود. الدولة قالت لك رفض الطلب لكل الوثائق موجودة. دونك نتوما عارفينه موجود 66 جلسة 3 سنين ونص عاد دابا تقول عطوني الوثائق وهي كاينة قداش؟ كولور وبزاف على الطاقة ديال السعودية. أنا قلت لكم بين القزم هادشي هو التطوير والتمطيط لأن كيستافدوا منه ربما عندهم استفادة اللي ما بغاوش يعنوا عليها.